اسمك؟ سلام يا عمي. انا عمو، انا ابوي ميت. ايه واريدني عندك اي شيء، وعايش بيت امي على امي، وانت ما تدري على اخو عمو زينب. شدود شدود هلا خليك بصل طماطم بلد ما سمعت تعال شنو؟ هذي عندك الخبر عني بس انا بس انا ما عايش ابو ميت عيوني كل احنا بعدك كل احنا اخوتك كل احنا عمامك شنو تريد جاهزاني نسواق ومخبر واي شيء تريد انا حاضر وبين يوم ويوم تجي تاخذ مسواق كامل مع العائله هسه راح اخلي لك مسواق كامل من كل الانواع تعال انا كنت اشتغل بس هسه شوي حبه مسواق وتجي تشتغل هنا يا امي وكل يوم بيومه تاخذ مسواق من عندي كل يوم بيومه تجي تاخذ مسواق من عندي جاهز وكامل الله يساعد قلبك الله يعينك انشد حزن ايش وقت ما كان تعتاد نسوان اي شيء تعال عليه ما يكون خاطرك الا طيب بالخير والدلع شو تريد هسه لحمه؟ اي شيء هاي لحمه من عندي بالخير والدلع يا عيني هاك يا عيني روح العراقيين وعندي هسه مثل غذائيه بالطريق جاي اوزعها من يوم يوم نجمع بيناتنا منطقه السوق المخبر ومنطقه الشارع العام نجمع يوميه 100 سله غذائيه نوزعها للايتام والمساكين والفقراء يا حبنا الاكبر نحبك اكثر الله